محصل بيقول احيانا بلاقي 100 جنيه زياده في العهده واحيانا الاقي 100 جنيه عجز في العهده، اعمل ايه؟ انا بشيل هنا واحط هنا. غلط، حرام، حرام تاخد الزياده وتعوض بيها في النقص. ليه؟ لان النقص العجز اللي حصل عندك بدون تفريط منك لا يجوز للدوله ان انت اساسا تاخدها منك. قال النبي لا ضمان على مؤتمن، وال100 جنيه اللي هتحطها من جيبك يوم القيامه هتاخدها من اللي حطوا القوانين الظالمه ديت، وهتاخدها من كل مسؤول خد منك ال100 جنيه دي. ده ظلم اتاخد منك. طب ال100 جنيه بقى الزياده اللي لقيتها دي بتاعت واحد لساع عندك بقت لقطه. طب اللقطه الرسول قال ايه؟ الرسول قال عرفها سنه، فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووكائها. اعرف الاماره بتاعتها، العفاص الكيس والوكاء الدبار، عفاصها ووكائها. فان فوكلها فان اتى صاحبها فاديها اليه. حرام تاخد الزياده اللي عندك وتاخدها، الزيادات تكتب امارتها وتحطها في الدولاب، واللي عدي عليه سنه تاخده، اللي ما عدش عليه سنه حرام تتصرف فيه. ما تحطش اللقطه للدوله. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل يسأل، أنا أشتري موبايل قسط ب10,000 جنيه وعبيعه بسبعة عشان أنا محتاج 7,000. نقول له حرق البضاعة ده اسمها تورق، والتورق ربا أشد عند الله من 36 زانية، وربنا هيخرب بيتك في الدنيا وهيحاربك في الدنيا وهيلعنك في الدنيا، وفي القبر هتنزل في بحر دم، وفي الآخرة هتقوم كما يتخبطه الشيطان من المس. طب ايه الدليل ان حرق البضاعة من اجل الفلوس ربا؟ 5 أدلة. اول حاجة ربنا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الاهل اليهود اتحرم عليهم صيد يوم السبت، رموا الشباك الجمعة رموا الحد، واحنا اتحرم عنا الربا، وصاحبنا دوت عاوز ياخد 7,000 في ايديه فوري ويقسطهم على 10,000، هو ده الربا بس عمل بحيلة. تاني حاجة من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وده استلف 7 وسدهم 10 بأدنى الحيل. تالت حاجة أقوال الصحابة، واحد اشترى حرير قسط وباعه فوري فقال ابن عباس درهم بدرهم بينهما حريرة، يعني ربا. يبقى كتاب وسنة وصحابة. تالت حاجة التابعين، عمر بن عبد العزيز وهو خليفة وقف في وسط الناس وقال لهم التورق ربا، إياه حد يحرق بضاعة عشان يمسك فلوس. رابع حاجة أئمة المسلمين، الإمام أحمد خد التورق وحرق البضاعة حطها في أبواب الربا وأبواب العينة وفضل يحارب لحد ما مات وهو مصمم. ده ابن القيم بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان الناس بتحاربه لحد ما يموت عشان يلغى عن الفتوى بتاعته دي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ربا، أنت خدت، أنت أصلا مش عاوز بضاعة، أنت عاوز فلوس. فده اللي عمل كده يتوب إلى الله والبيعة دي بطلة ويتقي الله لأنه عمل ربا. جزاكم الله خير. رحنا نشتري بقر للجمعية، 11 بقر للجمعية، فالأخ اللي بيبيع لنا قال يا أخوانا الكيلو ده هيقف مثلا ب100 جنيه وهتوزن يوم العيد الأضحى وتدفعوا لي العربون ونعلموا البقر المطلوب. قلت له ده حرام، حرام، لازم هنبيع ونشتري لازم نوزن دلوقت البقر دلوقت ونعرف ثمنه وحاسبك على الاكل. يقول لي انا متبرع بالاكل. اقول له حرام برضو، عشان ندفع فلوس ونبيع ونشتري لازم نوزن البقر. روحنا وزننا البقر، اخ من اللي قاعدين مرضاش يوزن البقره بتاعته عشان يخدع الراجل ويخليه اكل ببلاش ويروح يوزن يوم العيد وخلاص. انا كنت بحاسب على اليوم ب150 جنيه اكل علف. جينا وزننا ودفعنا الفلوس ويوم العيد ما وزناش تاني وخدنا بعدين ومشينا. جه الاخ بقى وزن يوم العيد، يفوجئ ان عنده بتاعه 200 كيلو ولا 150 كيلو ميه فيه. ليه؟ لان هو شجع الراجل يحط ملح واكل البقره والبقره شربت ميه عشرات الكيلوات والراجل وزعنوا مع بعض وغضب على بعض. حرام تشتري بقره وتدفع عربون فيها من غير ما تحدد وزنها، حرام. لازم توزن ومرة واحدة يوم الشراء. قل قولي هذا واستغفر لي ولكم. صاحب محل بيقول انا بيجيلي واحد زبون عندي بينزل من التوك توك يقول لي فك لي 100 جنيه ده عشان احاسب على التوك توك ب10 جنيه. فاقول له معيش فكه، يقول لي طب هات 10 جنيه حاسب التوك توك وخلي ال100 جنيه معاك، واما يجي لك فكه ابعت لي. الحاجات دي فيها مشكله؟ قلت له اه فيها مشكله. يا صاحب يا محل، انت والراجل دول انتوا الاثنين اكلتوا ربا، انتوا الاثنين اشد عند الله من 36 زانية،
ولو ما تبتوش هتنزلوا القبر، هتنزلوا في بحر دم، هتفضلوا فيه لحد يوم القيامة. ده ربا. طب ايه الدليل انه ربا؟ ان مالك ابن اوس راح يقول للصحابة هم قاعدين: من يصطرف الدراهم؟ انا عندي معايا دنانير عاوز افكها، فلوس عاوز افكها، دينار عاوز افكه بدرهم. فقال طلحة بن عبيد الله: هات الذهب بتاعك، انا عندي اللي افكها لك، بس الغلام 10 دقايق ويجي ويديك الفكة بتاعتك. فخد الذهب معاه. عمر بن الخطاب اول ما لقاه مسك الذهب وقف وقال: كلا والله كلا لتعطينه ورقة، يعني هتفك له الفلوس دلوقتي حالا كاملة، او لتردن اليه ذهبا. قال: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا الا هاء بهاء. الذهب بالذهب، الذهب بالورق ربا الا هاء بهاء. حرام، لازم 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 ما تاخدش ال 100 جنيه. اديله 5 جنيه سلف، 10 جنيه سلف ماشي، لكن تاخد 100 جنيه عشان تفكها له وتفكها له بعد شويه، ده ربا على طول. جزاكم الله خير. سائل يسال: ليا ارض حوز في الصحراء وعاوز ابيعها عشان اتجوز، وابويا رافض ان ابيعها. الاجابه: الاراضي الصحراويه لا انت تملكها ولا ابوك يملكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احيا ارضا فهي له. تبيع ارض صحراويه انت بتاكل حرام. عشان تبيع الاراضي الصحراويه لازم تزرعها شعير، تزرعها زيتون، تبني فيها بيت. مفيش حاجه اسمها تحوطها بسور وتبقى حياتها، لا. زرعتها والزرع كبر، بيع براحتك كده حلال. ما زرعتهاش دي مش ارضك ولا يجوز تبيعها. بيع الاراضي الصحراويه حرام، توريثها حرام، اي تعامل مادي عليها حرام. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل يسأل: بعت العشب بتاع الأرض الصحراوية ب50,000 جنيه. أقول له: تصدق ب50,000 جنيه دي فلوس حرام. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيامي قبيلة اللي وضع يداع الصحراء نزل العشب، راعت أغنامها، فضل العشب، قالت عبيعه. راح الرسول عرف، قال: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلاء والنار. فحرم بيع العشب. فعملوا حيلة، ايه؟ قفل الابار ببوابات خشب، ومنعوا اي ياخد مية، بحيث يطفشوا الرعاة اللي عاوزين يرعوا. فالنبي عرف وعمل، قال ايه: لا يباع الماء ليباع به الكلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع فضل الماء عشان الكلاء ما يتباعش به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم: رجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنع عنك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. المية اللي في البيت ده مش بتاعتك، دي بتاعت الناس كلها. صعبان عليك العشب، اشتري بمليون جنيه غنم وخليه ياكله. مش هتشتري العشب ده اللي يخش ياكله، ياكله حرام تمنعه، وحرام تعمل لي زنقة تدور لي شعير وعشان تحمي العشب اللي جوه، فلوس حرام. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل يسأل: ما أجر أن أقرض الناس مال؟ لو سلفت حد فلوس لك 4 حاجات: التفريج، التيسير، الستر، العون. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب لو جاء ساعة السداد ما كانش معاه فلوس، وانت اديت له شهر انذار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. طب جاء بعد شهر معهوش برضك ال1,000 جنيه. من صدق قال: ومن وبعد فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه. يعني انت مسلفه 1,000 جنيه، انظرته شهر، يبقى انت كده تصدقت ب30,000 جنيه، انظرته الشهر الثاني يبقى خدت 60,000 جنيه. وقال: طب لو بعد سدك ال1,000 جنيه ده وطلب 1,000 جنيه مره ثانيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض المسلم مرتين الا كصدقه مره. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل يسأل: واحد خد مننا فلوس عشان يشغلها،
غير النشاط وخسر الفلوس واحنا عايزين منه فلوس وهنجيبه لك يا شيخ، هتعمل معاه ايه؟ لا هنعمل المفلس اللي فرط وعليه فلوس وثبت عليه الفلوس، بنعمل معاه اول حاجه بنشوف هل هو واجد ولا مش واجد، يعني عنده عربيه، عنده بيت، عنده ارض، هنجبره انه يبيعها غصب عنه. لو ما عملش كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي يعني المماطلت الواجد اللي معاه يحل عرضه وعقوبته، بيحل العرض بتاعته ويحل العقوبه بتاعته. عرضه يعني هنشوه سمعته في كل حته، وعقوبته ان احنا نسلمه في الاسم ونرفع عليه صوره امانه ونسلمه الاموال العامه، ده نصاب وحرامي مش عاوز يبيع. طيب لو غير واجد هنعمل ايه؟ هنقول للناس: يا ناس تصدقوا عليه، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اللي تصدق على هذا؟ والفلوس هتتوزع على الناس على نسبه ديونهم، اللي دين كبير ياخد نسبه كبيره. طيب وبعد كده حرام حد يشوه سمعته، حرام حد يضربه، حرام حد يلمسه، وكل ما يكون فلوس ويخش جمعيه يسد واحد من الناس اللي موجوده، يجيب فلوس يوزعها. لكن واحد مش واجد تروح ماسكه سجنه ومودي الوصل امانه للمحامي وتسجنه، الكلام ده حرام حرام، ما دام مش واجد لازم تنظره. في تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. بيسأل: عندنا حجرة في المسجد، هل هي تاخد أحكام المسجد ولا ما تاخدش؟ نقول لك الحجرة تبقى من المسجد بشرطين: تكون داخل المبنى، ولما عند الزحام يصلى فيها، لو فيها الشرطين دول بقت من المسجد. طب لو الاثنين دول مش موجودين تبقاش من المسجد. يعني ايه ما تبقاش من مسجد؟ يعني يجوز تبيع وتشتري فيها، ويجوز الحائط تقعد فيها، ويجوز دروس النساء فيها، وتاخد وما بتاخدش فضيله. لو دخلت جوه ودخلت المسجد صلي ركعتين تحيه المسجد. ناخد مثال الساحه اللي في مسجد الحرم دي، مش المسجد الحرام، اللي هيصلي الظهر بره وفي مكان جوه يبقى كده ما صلاش في الحرم، ما خدش 100,000 حسنه. ليه؟ لانها خارج المبنى. طيب الحجره اما تكون تبع المسجد بتاعت الامام اللي قدام القبله دي ليست من المسجد، لان عند الزحام ما حدش بيصلي قدام الامام، وبالتالي يجوز عمل درس نساء فيها، ويجوز تعمل درس بفلوس، لا يجوز عمل دروس قران بفلوس في المساجد، الكلام ده حرام وفلوس حرام، الرسول نهى عن البيع في المسجد، فيجوز ان الحائط تقعد فيها، يجوز الامام ما حدش يعتكف فيها، حرام تعتكف فيها، جزاك الله خير. يسال: لقيت 1,000 جنيه رحت واخدهم حطيتهم في المسجد عشان حد الله ما بحبش اخد حاجه من حد، اللي عملته ده غلط ولا يجوز شرعا، انت كده فرطت. امال ايه؟ كان المفروض تاخد ال1,000 جنيه ديت وتشيلها عندك في البيت، وتعرفها في الواتس للجيران، وتعرفها في الاماكن كلها، وتقول انا معايا 1,000 جنيه دي امانه بقت عندك. النبي سئل عن اللقطه قال: عرفها سنه، يبقى الواجب عليك تشيلها وتعرفها سنه. طيب فان لم تعترف فاعرف عفاصها، يعني الكيس بتاعها والوكاء الرباط بتاعه، فان جاء فاكلها، فان جاء صاحبها فاديها اليه. انت وديتها المسجد، لو جاء صاحبها يلزمك انك تديله ال1,000 جنيه من جيبك، لان انت فرطت وضيعت الامانه. جزاكم الله خير. في تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.